متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت الفلاح. اليوم في هذه الحلقة اللي اخترنا لها كعنوان الزراعات الخريفية وإكراهات تأخر الأمطار. فعلا أن تأخر الأمطار كيشكل واحد الشباح على التخوف ديال الفلاحة على السنة الفلاحية، وحتى أنه بالعين المجردة بدأت كتبان بعد الملامح ديال أنه الزراعات الخريفية فعلا هي في حاجة الأمطار، وفي حاجة الأمطار وأمطار مهمة باش تنقد الموسم الفلاحي. باش نناقشوا هذا الموضوع حاولنا أننا أن نختاروا أو نستضيفوا معنا في هذا البرنامج فعاليات من مناطق مختلفة من الجهة. خدينا مثلا تمثيلية على بن سليمان، خدينا تمثيلية على القارة، خدينا تمثيلية على عين فريحة جنوب سطات، باش نعرفوا كل واحد يعطينا الوضعية ديال الزراعات الخريفية فين واصلة في هذا الوقت ديال التأخر ديال الأمطار، وشنا هي المعاناة ديال الفلاح في كل منطقة اللي ناتجة على هذا التأخر ديال الأمطار. إذن سعيد جدا أن أستضيف معي اليوم في هذه الحلقة كل من السيد عبد الرحيم حبيب الله، فلاح فاعل جمعوي وعضو بجماعة أولاد صباح. مرحبا سي عبد الرحيم. شكرا سي الفاطمي على الاستضافة الكريمة والإخوان اللي حاضرين، نتمنوا التوفيق للجميع ونوصلوا إن شاء الله بالحضور ديالنا المشاكل ديال الفلاح وما يعاني منه الفلاح القروي بصفة خاصة وعلى صعيد الوطن. مرحبا سي عبد الرحيم. معنا كذلك السي بشعيب العظيمي، فلاح وفاعل جمعوي وعضو بجماعة أولاد فريحة جنوب سطات. مرحبا سي بشعيب. أهلا وسهلا السي الفاطمي، مشكور على الدعوة. شكرا السي الضيوف السي عبد الرحيم حبيب الله والسي بن الحسن، والشكر موصول للطاقم التقني التي سهر على تقديم برنامج قناة الفلاح. مرحبا السي بشعيب. كذلك معنا سي بلحسن كساب، فلاح وفاعل جمعوي، رئيس الفيدرالية المهنية لمنتجي الحليب بن سليمان وعضو بجماعة الزيادة. مرحبا سي بلحسن. مرحبا سي الفاطمي، والشكر كذلك للجميع لحضور البرنامج الكريم، ونتمنى أن إن شاء الله اليوم نوصل الصوت ديالنا للفلاح والناس اللي وضعوا واحد الثقة فينا. نتمنى أن نوصلوا حنا الميساج، ونتمنى الناس اللي غيوصلوا الميساج هما يوصلوا الميساج ديالهم، ونتمنى دافر الجهود باش نزيدوا شوية بهذا القطاع اللي راه ولات فيه واحد الإكراهات كبيرة، خصوصا هاد السنة هادي راه كنقولوا أنها سنة استثنائية. إن شاء الله راه غنطرقوا كاع المواضيع إن شاء الله خلال الحلقة. مرحبا سي بلحسن. إذن الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه واللي غادي نناقشوه باش المتتبعين يتبعوا معنا تدريجيا داك الشيء ويعرفوا أننا أن هذا الموضوع اللي اختارينا اليوم هو جاء نتيجة الظرفية الحالية اللي كتعيشها بلادنا والتأخر ديال الأمطار وشنو اللي انتج عليه. فبداية نبغي نعرف هاد الزراعة الخريفية فين واصلة الحدود اليوم في كل منطقة على حدة. سي حبيب الله، منطقة المذاكرة، المذاكرة معروفة بالزراعة الخريفية ومعروفة بأنها أرض خصبة وأن فيها فلاحين كبار مختصين في الزراعة الخريفية، وكذلك القطاني، عندكم القطاني، ففين واصل هاد الزراعات الخريفية اللي احنا كنعولوا عليها بشكل كبير، فين واصلة دابا في ظل هذا التأخر ديال الأمطار اللي كتعرفوا بلادنا؟ وصراحة السي الفاطمي، من خلال التواجد ديالنا بمنطقة مذاكرة وخصوصا ولاد صباح، وكتعرف ولاد صباح بالخصوبة ديال الأرض ديالها وبأن الزراعة كتعتمد بورية، كتعتمد على تساقط الأمطار. اليوم الفلاح كيعاني معاناة في صمت. احنا جينا اليوم باش نبلغوا على الاقل الجهات المسؤوله والسلطات العموميه باش تاخذ التدابير الاوليه بان راه هذه السنه راه استثنائيه وتاخر ديال الامطار، وكنعرفوا بان التغيرات المناخيه المتزايده في السنوات في هذه العقدين الاخيرين من التسعينات لهنا
وبالنسبه للفلاح الكبار راه منطقه بطبيعه الحال كاين عندنا فلاح كبير وعندنا فلاح صغير. طبعا باقا الوسطى باقي ما وصلناش ليها باش نحققوا باش نرتقي. وهذا هو الهدف، لان الطبقه الوسطى هي الهدف اللي حنا كنطمحوا باش تكون باش نرتقيوا بالفلاح الصغير، لانه ما كيعاني في يكابد عناء ديال الفلاحه من البدايه ديال الموسم الى اخر موسم. من اهم الاكراهات اللي كيعانيها اولا في بدايه ديال الموسم انه باش الزرع وباش البذور المختاره والاسمده والمواد الكيماويه، باقي ما وصلناش للمرحله ديال المبيدات اللي تا هو موضوع كبير، وخصو بنادم خصو العقلانه ديالو، خصو تضافر جهود باش يكون. بالنسبه نمشيو في المساله ديال البدايه ديال الموسم الفلاحي، الفلاح وبالاخص خلال القرب مع المذكوري وبخلال التجربه ديالنا، ان الفلاح راه لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه للتاخر ديال الامطار غادي يمكن نقولوا اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، كتبقى مساله ربانيه، ولكن المساله الجهود اللي السبب خصنا ناخذوا بالاسباب كان كل شيء، ونتوكلوا على الله كان الاسباب لا شيء. بالنسبه للاسباب اللي خصنا ناخذوا بان جهود ديال الدوله ولا بالنسبه للمكاتب المديريه الفلاحيه ولا مكتب ديال الاستشاره الفلاحيه، ما كان غياب ديالو التواجد في المواكبه ديال الفلاح الصحيح. فلاح كبير عارف ما كيدير، عنده الناس ديالو، عنده كيتواصل، ولكن الفلاح الصغير اللي هو كيلعب دور محوري في التنميه الاقتصاديه، واللي كيتيح لنا حتى فرص ديال الشغل بالنسبه للشباب ديال العالم القروي. حنا اليوم امام معضله كبيره وما انتبهناش ليها، بانه غدا وكتفاقم الا ما اتخذناش التدابير الاوليه والصارمه والعاجله باش هذا القطاع ديال الفلاحه راه غادي في انهيار، وما غنتسناوش منه انه غادي يساهم في التنميه الاقتصاديه وفي الاستقرار الاجتماعي ديال الساكنه القرويه. انا اليوم راه صراحه كنتمنى من الجهات المسؤوله والسلطات العموميه بانها تواكب الفلاح ودير افضل السبل على الاقل لمرور هذه السنه في ظروف على الاقل مواتيه، ولكن كان ما نامله من السنوات الجايه ان شاء الله ان الدوله تدير التدابير اللازمه والخطوات في ظل هذا الجيل الاخضر ولا المغرب الاخضر. غادي نجيو لهذه النقطه سي حبيب الله ديال اشنو الاقتراحات ديال الفلاحه في الجهات اللي حنا كنتعاملوا معها دابا واللي كنستضيفوها. غير انا بغيت نعرف الحدود اليوم، الوضع ديال الزراعات الخريفيه فين واصل؟ واش باقي عندنا امال في اننا ننتظروا الامطار لنهايه الشهر او نهايه الفتره ديال الليالي كيف كيقولوا الفلاحه، او ممكن الزرع ينتظر لفترة أطول؟ كيفاش كتشوفوا أنتم الوضع دابا في المذاكرة؟ صراحة كنتسناو الأمطار ديال الله سبحانه وتعالى باش على الأقل يتنقاد الموسم، باقي شوية الأمل وما غنفقدوش الأمل في الله سبحانه وتعالى، وكنتمناو من الدولة أنها على الأقل ماشي تتصب الشتاء، عادي يجيو الناس كيدخلوا الفلاح في هذه الفترة، خصها الحارجة خصها تكون تدخل سريع. الفلاح راه في حاله كارثه وفي الانعاش. الفلاح في الانعاش. في الانعاش. غنخليو دابا هذه المساله ديال الفلاح في الانعاش، غنرجعوا عندك من بعد ما نشوفوا الاخوان. غادي نشوفوا السي بشعيب العظيمي المنطقه ديال جنوب السطات اللي هي منطقه ربما كتعلن على وصول الجفاف لها قبل المناطق الاخرى اللي قريبه الوسط. الحمد لله انا في حديث قبل ما ندخلوا هنا للاستوديو قال لي باللي باقي الامور ما كاين باس، باقي الامور تقدر تصبر. كيفاش السي بشعيب تقدر تشرح لنا هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. نجدد الشكر بك سي فاطمي على هذا الاستدعاء، هذا شرف ليا. استدعيتني الى البرنامج لمناقشه هذه المعاناه ديال الفلاح. رفقات الاخوان اللي سبق ديك الاسم ديالهم سي حبيب الله وسي بن الحسن، البرنامج اليوم خصصته للزراعات الخريفيه وتاخر المطار. الزراعات الخريفيه كما قلت لك في الكواليس
لانها باقة ان شاء الله الا جا لكان الغيت من هنا لواحد 10 ايام ولا حتى 15 يوم تعالج ان شاء الله به. ولو هذا ما كان نتمناه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يغيثنا غيثا نافعا فاقرب وقت. المعاناه ديال الفلاح الصغير عندنا في جامعه الفلاحه كباقي الفلاحه في المناطق الاخرى انه كيعاني الامرين بسبب تاخر ديال الامطار. هذا كيف ما قال السي حبيب الله كيبقى ديال الله سبحانه وتعالى هذه حاله ربانيه، ولكن الفلاح الصغير كيعاني في صمت من ناحيه يعني التاطير ديالو من خلال الدورات التكوينيه اللي كنا بدينا فيهم حنا من خلال من يعني التكوين ديالو واحد الجمعيه الفلاحيه اللي كيتراسها السي محمد الناصري. كنا درنا واحد دورات تكوينيه، كان الحضور بكثافه من الفلاحه، كانت توجيهات يعني جيده وخادوا بها الفلاحه، عادوا كيعرفوا نوع التربه كيفاش كيتعاملوا مع الزراعه يعني بشكل معقل وجيد، كي يعني يعالجوا الفلاحه ديالهم في الوقت اللي خاصه الدواء فيه وفي الوقت اللي خاصه تاخذ داك البرودويات باش تحافظ. لكن جات الجائحه هي اللي حالت دون ذلك ما بقاش صم، ولكن نتمناو من الله سبحانه وتعالى في العاجل القريب نعاود نستأنفوا هاد العام ان شاء الله في هاد الدورات التكوينيه. المنطقه ديالنا ولاد فريحه كما كتعرف السي الفاطمي كتواجد في الجنوب ديال اقليم سطات، كتعتمد على الزراعه البوريه، ربما نقول لك 90% كلها زراعه بوريه. النبته ديال الشيبه اللي كتمتاز بها النيت ايضا جماعات ولاد فريحه. احنا جينا كيف ما قلنا نوصلوا الصوت ديالنا او نترافعوا ولا نوصلوا المعاناه ديال الفلاح الصغير بمنطقه ولاد فريحه للجهات المسؤوله، الغرفه الفلاحيه والمديريه ديال الفلاحه، انها تتدخل في اقرب وقت وتحاول ما امكن دعم شيئا ما الفلاح الصغير في الاعلاف وفي الزراعه وما الى غير ذلك وما تحتاجه الفلاحه او الزراعات الخريفيه، حتى يدير الله خير وتصب الشتاء. وهذا اللي كنتمناو ان شاء الله، نتمناو على ربي ان تصب الشتاء باش ما نوصلوش كاع لهذا الشيء، لانه المعاناه وقيله ديال الفلاح هو جعل لسانكم جوج الاخوان في التدخل ديالكم انه الفلاح. سي حبيب الله قال لنا باللي الفلاح الصغير في الانعاش، وانت قلت لنا سي بشعيب باللي الفلاح الصغير يعاني في صمت. يعاني في صمت. غادي نشوفوا السي بالحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، كما سبقنا وطرقنا لهذا الموضوع ديال ان خصنا نشيروا المشاكل اللي كيعانيوا فيها الفلاح ديال الاقليم. بالنسبه لاقليم بن سليمان كنعرفوا ان اغلب الجامعات كلها تقريبا كتعرف واحد الندره ديال المياه، ان ما غنعتمدوش على الزراعات السقويه، يعني الماء ما كاينش. يعني بنادم كل شيء كيف ما لاحظنا هذه السنه ان بنادم ما كاينش اللي زرع شي حبه تسنى حتى طاحت الشتاء، والساعه اللي طاحت الشتاء بنادم كله زرع. ملي زرع بنادم صافي ناضت ديك البركه ناضت، يعني كل شيء تقريبا متعلق بالامطار. يعني طاحت الشتاء الى قسم الله كانت، راه كنقولوا مثلا الزرع دابا باقي صابر واحد السيمانه ولا جوج، ما دار ان هذا الجو اللي شويه كتولي فيه الجريح وهذا البرد خايب هو اللي كيزيد يكرفس الزرع، ما كيزيد ذاك الزرع اللي كاين كيزيد يكرم. نتمنى من الله انه يغيثنا في الايام القليله المقبله، على الا جاب الله تيسير تحت الشتا غتكون امور شويه. ما نقولوش ان الفلاحه راه غادا تجي واحد 90 و 100%، ولكن راه غادا تجي واحد 50 و 60% على الاقل بعدا الكلاء الماشيه. الا ما كنقول كما كيقولوا الفلاح الا ما كانش الحب يقدر يكون عاد تبن بعدا، على اساس ان بنادم باش ينقد هذيك الماشيه ديالو. الحاجه الثانيه اللي شفنا ان احنا ما بقيناش كنشوفوا دابا بالنسبه للظاهره اللي ولات عندنا احنا بالنسبه للفلاح الكبار. احنا دابا اغلب الفلاحه الكبار اللي كاين في الاقليم اللي كان كيضرب بهم المثال، ان هذا العام ما كنقولش لك هذا العام، تقريبا هذا الشهر الاخر
كل شيء اللي كذا المشيه ديالو كل شيء باع خو الفيرما كل شيء سد. هادو الفلاح الكبار اللي كينتجوا المواد ديال لا الكلاء ديال المشيه ولا التمن ولا المايس الدرا لونسيلاج اللي كينتجوا يعني الماكله ديالهم روسهم في الضيعه ديالهم انهم تقهروا ما قدوش يستمروا في هذا الميدان. فما بالكم الفلاح الصغير المول جبقرات ومول ثلاثه بقرات يعني اللي كنقولوا زعما راه هذوك هما المعيل الوحيد ديال هذاك الاسره ويا هذوك جبقرات ولا ثلاثه. انا دابا كنشوفوا النخاله وصلت لواحد الثمن اللي هو خيالي. الشمندر كذلك الاعلاف بصفه عامه الاعلاف دابا راه وصلت لواحد الثمن اللي ولا بحال بغيتي تقول ان التكلفه ديال الانتاج ولات اغلى من المنتوج اللي غادي تشد. يعني كتقول انا غادي نصير البقرة واحد 50 درهم وغتنتج لي هي 40 درهم. يعني انت دابا غادي في الكريدي. انا دابا وليت كنشوف ان الفلاح اللي عنده ثلاثة البقرات وربعة البقرات عنده في كوري انه ولا مسلف عليهم قد القيمة ديال هذوك البقر اللي عنده في كوري. يعني واخا يبيع هذوك البقرات راه ما غاديش يخلصوا ليه حتى الكريدي اللي ولا عنده دابا، لا بالنسبة مع الناس ديال الاعلاف، لا بالنسبة للتعاونية اللي كيتعامل معها، لا بالنسبة يعني ولينا غادي كنشوفوا ان دابا الفلاح راه اللي ما عارفينوش الناس انه الفلاح لا الصغير ولا المتوسط انه الا عنده بقره في الكوري راه مسلف عليها قيمته ولا الدوبل عليها. يعني علاش الا جاب الله كيقول جاب واحد العجل غادي نقص منه شويه الكريدي ونستمر تيدير الله شي فرج. اما راه الامور راه بالنسبه دابا كيف كتلاحظوا لا تنالت الناس كسابه ديال الماشيه. بالنسبه للاغلام دابا راه وصلت لواحد الثمن اللي وداني يعني العجله ولات ب 250 درهم او كيقول لك واخا ندي اش غنوكلها. دابا الناس رخاو على الغلم. انا كانوا معايا شي فلاح البارح راني تاسفت قال لك دابا الغلم خلينا راه دابا تركناه للموت. قال لك واخا تبيعها ما جايب ما ساويهاش قال لك راه خينا راه كتموت ما عندنا ما نديرو راه الغالب الله. يعني انسان حتى الماشيه دابا لا بغى يدخلها للسوق راه ما لا براس ما لا فضل لا. يعني راه واحد الحاله راه كيعاني فيها الفلاح. يعني دابا المشكل اللي كنشوفوه دائما وهو التدخل ديال الوزاره اللي ما كيكونش كاع في الوقت المناسب. ديما حنا كنشوفوا ان الوزاره اللي بغات تلقى شي حل وتا كيفوت الفوت حتى شهر 5 وشهر 6 عاد كيلقاو له. وحنا دابا في المشكل عندنا في شهر 11 وشهر 12 ما كيقدروا يلقاو لك الحل يعني حتى اللي عطى الله عطاه. يعني حتى لا جات شي دعم نقولوا لا في الاعلاف ولا في الشيء راه كيكون ربي بنادم صافي ما بقاش قادر كاع يستمر في هذاك الشيء. ولكن كنتمناو الصوت ديال انه وصل السيد الوزير الفلاحه الوزاره الوصيه على القطاع انهم يلقاو لنا حلول انيه بالنسبه لهذا الفلاح. راه الناس تكرفصات في هذا الكونفينمون في الكوفيد تكرفصات في المقاطعه اللي داز. يعني الامور راه لا تحمل عقبه. يعني بالنسبه للفلاح اللي كنشوفوا راه الحاله ديالو راه تدمي القلب راه ما كنشوفوا حنا الفلاح دابا لا حول ولا قوه. حنا كتنظيمات مهنيه كنشوفوا في التعاونيات ان حنا دابا التعاونيه المخيره ولينا واصلين 60 70 مليون كريدي مع الفلاحه ما قدرناش نديرو معاهم حتى شي اجراء ما قدرنا ريكيبيريو فلوسنا من عندهم. التعاونيه غاده حتى هي يعني بحال كنقولوا راه غاده غير كتغرق. الوزاره ما كايناش. الناس مسؤولين على القطاع ما كيسولوش فيه بتاتا. القطاع الوحيد اللي كنشوفوا انه حتى شي واحد ما كيسول فيه هو القطاع الوحيد اللي كيعيل تقريبا واحد 80% ديال المغاربه. القطاع الفلاحي هو اللي كيعيلهم وهو المصدر المعاشي الاول حتى شي واحد ما مسوق ليه. دابا كنشوفوا اي تنظيمات اي وزارات اي قطاعات لا في ظل هذه المساله ديال التنظيمات السي بالحسن وفي ظل هاد انا بالنسبه ليا راه طرحتي واحد الصورة سوداوية قاتمة على الفلاح. أنا نقدر نتفق معك بزاف د الحوايج اللي قلتيهم وأن الفلاح في هذا الوقت بالضبط فين خص وزارة الفلاحة الدعم ديالها وهذا خصو يمشي في هذا الوقت باش يتماشى مع الحاجيات ديال الفلاح. باش كتعني أنه تجيبني أنا تا شهر 5 عاد تعطيني الدعم؟ انا البهيم ديالي غادي يموتوا دابا انا خصني الدعم دابا. غير اللي بغيت نقول لك السي بالحسن دابا الوزاره كنعرفوا بلي الوزاره كما يكون الحال كتبذل مجهود. دابا انا اللي كنتسائل عليه اليوم هو الدور ديال واحد الهيئه دستوريه منتخبه اللي كتمثل الفلاح واللي هي كدير الصيله ما بين الفلاح والوزاره واللي كتوصل الصوت ديال الفلاح. مفروض انها توصل الصوت ديال الفلاح لانها كتنوب عليه حتى الحدود اليوم.
بغيت نعرف او تعطوني الى انتم عندكم شي اخبار ديال التحرك ديال الغرفه الفلاحيه ديال جهه الدار البيضاء 16، واش كاينه شي اجتماعات؟ انا في اعتقادي في ظل هذا الوضع وهذا الشيء اللي كنسمع من عندكم كممثلين ديال هذه المناطق، راه خاص الغرفه الفلاحيه دير اجتماعات استثنائيه وفوريه كل 48 ساعه باش تلقى الحلول وباش تقدم بحلول الوزاره وباش تلبي الرغبات ديال الفلاحه. كيفاش كتشوفوا انتم الدور ديال الغرفه الفلاحيه في هذا في الوضعيه الحاليه وفي هذا الوقت الراهن اللي الفلاح في حاجه لمن يوقف معاه، اللي يشد بيديه، اللي يلقى ليه الحلول، اللي يقدر يرشدو؟ كيفاش كتشوفوا انتم الوضع الموقف ديالكم من الغرفه الفلاحيه ديالكم في هذا الوضع هذا سي حبيب الله؟ اولا صراحه بالنسبه حنا كان بالنسبه للمجالس المنتخبه والناس المسؤولين، صراحه حنا كان عندنا هذا الموضوع مع الاخوان ورفقه ديال المجموعه ديال الفلاحه، كان عندنا واحد اجتماع في المقر ديال الجامعه ديال الصباح، كانوا ناس ديال المديريه، كانوا ناس ديال الاستشاره الفلاحيه، جاء ممثل ديال الغرفه الفلاحيه واللي كان معنا كان معاه نقاش حاد بان راه الظروف، وهذه راه تقريبا شهر، بان الظروف اللي كيمر بها الفلاح، وقال لك انا غادي مستعد باش نبلغ الصوت ديالي. حنا قلنا ليه خصنا لقاءات ماشي مره وماشي جوج ما كذا، حسنا لقاءات باش توصل الصوت ديالنا للغرفه، ومع العلم ان الغرفه الفلاحيه لجهه سطات دار البيضاء راه عندها شساعه كبيره شاده، ولكن ما كاينش هذاك التواصل الحقيقي. ولكن بفضل مجهودات ديال الاخوان والناس اللي مهتمين بالشان بالفلاح وبالشان الفلاحي بولا صباح، حاولنا باش نجيبوا الممثل ديال الغرفه الفلاحيه السي الحاج محمد قنوني، حاولنا نجيبوه باش طرحوا لي اسئله باش يبلغ لنا الناس الغرفه الفلاحيه. قال لك راه كاين عندنا اجتماعات، ولكن هذيك الاجتماعات كتبان لك فيها شويه ديال التعتيم، ما كاينش واحد يعني كيباشروا العمل اون ديريكت مع الفلاح. واش فعلا كانت اجتماعات على من اجل لا الوضع؟ بالنسبه على مستوى الغرفه لا، حنا مستوى الممثل ديال الفلاح اجتمعنا معاه، ولكن على مستوى الغرفه والجهه كذا يعني باش كيقول لك راه حكا راه غادي نديروا غادي نشوفوا. حنا طرحنا ليه قلنا ليه تقاضي الدعم ديال بالنسبه للفلاح، واش كاين شي دعم للفلاح في هذه الظرفيه؟ لان كانت امور الناس اللي كيكونوا متبعين الفلاح راه بحال متبع ولده الصغير، لا تغيرت غير شويه كيعرف امور فين غادا. والناس اللي حنا امنا في الله كبير، الناس اللي متبعين الفلاحه راه كتبان لهم امور بان راه ما كطمئنش، ماشي كيبان لك امور اللي الله اعلم، واش التغيرات المناخيه المتزايده بدلات ولات التوقعات ما بقاش كالتوقعات، لان التغيرات المناخيه ما يمكنش تتوقعها تقدر، ولكن ماشي تتوقعها 100%. بالنسبة صراحة أنا من هذا المنبر تاع الغرفة الفلاحية خصها ولا في الممثلين ديالها خصها دير مجهودات جبارة، وخصها تكون عندها الكونتاكت مع الفلاح ديريكت، خصها تكون الكونتاكت مع الفلاح. لا هو 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 التواصل راه خصو يكون عبر ذاك العضو ديال الغرفة الفلاحية اللي كيمثل المنطقة. نعم. والدليل هو أنكم أنتم قلتوا لي اجتمعتوا مع النائب ديال المنطقة، الغرفة ديال المنطقة، ودرتوا معاه لقاء وكتنتظروا في النتائج ديال اللقاء اللي درتوا معاه، وكيفاش غادي يستطاع أنه يقنع الغرفة الفلاحية بالمشاكل ديال المذاكرة وديال ولاد صباح والمذاكرة عامة. المذاكرة عامة. سي بالحسن. بالنسبه للدور ديال الغرفه الفلاحيه، انا كان ما كتعرف حنا كنا ممثلين ديال التنظيمات المهنيه اللي كنا كنحضروا تقريبا في الدورات ديال الغرفه الفلاحيه اللي كانت ملي كان المستوى ديال الجهه على جهه الدار البيضاء 16، وملي توسعت الجهه ولا الدار البيضاء الجديده تقريبا كنا نحضروا في اغلب الدورات. كنشوف ان الاعضاء ديال الغرفه الفلاحيه تقريبا، انا نهضر على بن سليمان، انا يعني المنطقه ديالنا، ان عندنا 11 دائره ديال 11 دائره ديال الغرفه الفلاحيه اللي كيكونوا فيها 11 عضو. بغيت انا من هذا المنبر، بغيت انا شي مره شي دزنا في سنوات ديال الجفاف، دزنا في تاخر المنبر، بغيت انا شي مره شي عضو كينتمي للغرفه الفلاحيه انه هز واحد الطلب دا حطوا للسيد رئيس الغرفه ولا شي 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 على اساس ان غتكون واحد يكون شي دعم لهذيك الجهه، لهذوك الفلاحه ديال المنطقه. يعني انا الدور ديال الغرفه انا كنشوفه بالنسبه لي انا
كتنظيمات مهنيه. انا الدور بالنسبه للغرفه الفلاحيه ما عندها حتى شي دور، يلا زايده بمؤسسات موظفين واكلين شاربين جالسين ناعسين، ما كنشوفوش لا الناس ديال الغرفه كيخرجوا للتيران، لا كيديروا مواكبه مع الفلاح، لا كيديروا شي استشاره مع الفلاح، لا كيديروا شي دورات تكوينيه وعيطوا للفلاح ياطروهم. يعني الدور الغرفه الفلاحيه يعني بحال قلنا يعني هو اللي خاصو يكون هو الاول اللي كيبادر بانه يوصل الصوت ديال الفلاح، هو اللي يدافع على الاكراهات اللي كيعيشها الفلاح، هو اللي غادي يدافع على الدعم للفلاح. ان الدور ديال الغرفه الفلاحيه انا ما كيتفعلش، وبغينا ان تكون واحد الرساله للسيد الوزير من الغرفه الفلاحيه انهم ينزلوا لهاد الفلاح ويشوفوا هاد المعاناه، ولا هذا ولا تكون شي اجتماعات استثنائيه ملي كيكون شي ظرف استثنائي بحال كتكون شي ظرف، ان شي دوره استثنائيه دار على هذاك على هذاك المشكل اللي كاين، ولا تطرح افكار، ولا نشوفوا ان ما دار شي حلول. من جهه الغرفه الفلاحيه راه ما كايناش، يعني كمان هنا هذا المنبر كنقول لهذوك المنتخبين ديال الغرفه الفلاحيه راه الا هزيتوا التقليد ديال الفلاح وما وصلتوا الصوت ديالو راه حشومه عليكم. الا ما غاديش نوصل الصوت ديال الفلاح وما غنوبش عليه وما ندافعش عليه، ما نترشحش وناخذ صوته ونمشي نعس ونخليه كيموت في صمت، راه حشومه علينا، راه تاليين غنبقاو. والدور ديال تال هذوك الناس الفلاح اللي كينتخبوا، هاد الناس عرفوا على من غنتخبوا، شوفوا شي الناس اللي فيهم شويه الروح ان غيوصل على الصوت ديالك، اضعف الايمان يوصل الصوت ديالك، يوصل حتى المشاكل اللي كيعيش المنطقه والاقليم. راه حشومه وعار وعيب ان دابا كنعيشوا هاد الازمه وهاد غلاء الاعلاف وهاد المشاكل كلها والفلاح كلها كتخبط، وان لا موجبه لمن تود نادي، لا من طرف الوزاره، لا من الغرفه الفلاحيه، لا من تنظيمات الشركه في القطاع الفلاحي. غير باش نضيف لهذا الشيء اللي قلتيه سي بالحسن، انا نبغي نقول للسيد رئيس الغرفه والساده اعضاء المكتب ديال الغرفه الفلاحيه ديال الدار البيضاء سطات والغرفه الدار البيضاء سطات برمتها، نبغي نقول لهم انه غير السماع ديال الصوت ديال الفلاح هو كيقول لك النخالة بشحال النخالة سيدي؟ 2700 بشحال الشمندر؟ 4600 بشحال الشعير؟ 75 كيلو 75 هادشي كافي باش الغرفة دير اجتماعات دورية ويومية باش تلقى الحلول. السيد رئيس الغرفة الله يجازيك بخير، حنا كنوجهوا لك هذا النداء من هذا المنبر، حاولوا تلقاو حلول ديال هاد الغلاء وما تدخلوناش في الخانة ديال ان الاثمنة في السوق العالمية راها غالية. الفلاح راه ما عندو علاقة بهادشي لان المنتوج ديالو ما كتدخلوش في هاد الخانة ديال السوق العالمية، راه ملي كيبغي يبيع كيبيع بالثمن العادي ديال السوق الوطنية. لذا ديروا محاولات للتدخل للوزارة باش تلقاو شي حلول لهاد الاثمنة، ريتما تساقط على بلادنا امطار الخير، وريتما ان الفلاح يستبشر خير بالامطار، وحتى لا قدر الله ما كانش امطار وجدوا واحد الاستراتيجيه كيفاش غادي تعالجوا سنه جافه، حطوا واحد الاستراتيجيه الف وحطوا استراتيجيه باء باش حتى لا قدر الله وكانت سنه جافه نتقدموا للوزاره بالاستراتيجيه ديال السنه الجافه، ونستطيعوا اننا نواكبوا الفلاح باش ما يوقعش في مشكل. راه هذا هو دوركم، راه هذا الشيء اللي كنقولوا دابا هو الدور ديال الغرفه الفلاحيه، ولا خرجتوا على هذا الاطار راكم ما غاديينش في الاطار اللي هو انتخبكم من اجل الفلاح. مازال الظن ديالنا فيكم خير، ونتمنوا انكم تمشيوا في هذا الاتجاه باش الفلاح يحس بانه كاين من معاه. صطفوا انتم جانب وزاره الفلاحه وجانب الاستشاره الفلاحيه وجانب مؤسسات الفلاحيه باش تلقاو حلول الفلاح وخاصه الفلاح الصغير. سي بشعيب، كيفاش ممكن تهضر لنا على الوضع ديال الممثل ديال الغرفه الفلاحيه والغرفه الفلاحيه ككل في المنطقه؟ قدرت تكون شي علاقه حسن من هادشي اللي قال لنا سي حبيب الله، حسن من هادشي اللي قال لنا سي بن الحسن كاينه في جنوب السطات؟ بالفعل كما جاء على ديك اللسان الاخوان، حنا عندنا الممثل ديال الغرفه الفلاحيه اللي كيمثل ثلاثه الجماعات اللي هي جماعه ولاد فريحه، جماعه عين بلال، وجماعه دار الشافعي. هو كاين واحد غياب تام، ما كاينش واحد اتصال مباشر مع الفلاح الصغير اللي يسمع المعاناه ديالو،
على أساس أنه ينقلها ولا يترافع عليها عند سيد رئيس الغرفة الفلاحية رئيس جهة دار بيضاء السطات. هذا غياب تام. وربما راه كاين جميع المناطق كما كيف ما هضروا الإخوان على المناطق ديالهم الممثل ديال الفلاحة اللي تنتخب غياب تام. ما كاينش واحد التواصل، ما كاينش واحد الدوريات، ما كاينش لقاءات متواصلة بين الفلاحة ويسمع الآراء ديال الفلاح ويتصنت للمعاناة ديالو. هو أكيد عارف أشنو كيخص الفلاح الصغير اللي هو نفسه راه فلاح صغير وكيتفلح توا وعارف أشنو خاصو يكون. خاص الفلاح الصغير خاصو الدعم، خاصو من يتصنت ليه، خاصو يعني في هذا الفلاح الصغير من يتصنت ليه والدعم. غادي نخلي غادي نوقفك في هذه النقطة وغادي نعود نرجع عندك باش ناخذ السي قاسم الكريمي رئيس تعاونية فلاحية وفاعل جمعوي من منطقة الغرب باش يعطينا الحالة ديال الزراعات الخريفية بمنطقة الغرب ونشوف واش كاين شي تباين ما بين المنطقة ديال الغرب وما الجهة ديالنا ديال الدار بيضاء السطات. سي قاسم الكريمي مرحبا بك. مرحبا سي بوكريمي ومرحبا بالضيوف ديالك. تبارك الله عليك. سي قاسم احنا كنتذكروا اليوم على التأخر ديال الأمطار والإكراهات اللي واجهت الفلاح خصوصا في الزراعات الخريفية وفي هذا الغلاء ديال الأثمنة اللي كان نهضروا عليه. واش نفس المشاكل اللي كيعاني منها الفلاح في جهة الدار البيضاء السطات هي نفسها اللي كيعاني فيها في المنطقة عندكم؟ بالنسبة للفلاح هنا في الغرب يمكن الصورة مختلفة شي شوية، ولكن غير لحد الساعة أن الفلاحة باقا شادة شوية، باقا نترجع الله، وكاين شي بلايص اللي باقا شوية مزيانين. دونك إلا كانت الشتاء واحد ما تعطلتش غتكون الامور كنظن تقدر تكون الامور مزيانه. والفلاح هو كيتسنى رجع الله، يعني ما شي حاجه اللي ما هيش بيدو هو كيتسنى. بالنسبه للغلاء ديال الاكراهات اللي كيواجه الكساب، لان الفلاح اصلا الصغيره فلاح وكساب، هو الغلاء ديال الاعلاف، الغلاء ديال الاعلاف اللي غيقهر الفلاح، بدا يتقهر الفلاح في الحقيقه. ما يمكنلوش يكمل العام بهذه الطريقه هذه، يعني اما يضحي بالكسيبه واما وما يمكنلوش يضحي بحاجه اخرى لان ما عندوش باش يضحي. الفلاح واكل العصا مزيان الصغير، دابا بالنسبه للي يخلي الدار ديالو هي اخر ما كاين في الصير وكيصير على البعيد بزاف. هذا الغلاء اللي خاص حل، خاص حل الدخل، خاص يكون شي تدخل ديال الدعم ولا شي حاجه، لانه يكون بكري ما يكونش يتسالى الفلاح عادي يوقع التدخل تيكون هو تسالى تحيط مالها. ونتمنوا على الله طلبوا الله الخير ان شاء الله. سي قاسم واش في ظل هذا الوضع اللي كنتكلموا عليه كيفاش كاين التدخل ديال الغرفه الفلاحيه بالجهه ديالكم؟ كيفاش اشنو قامت به الغرفه الفلاحيه تجاه الفلاح؟ والغرفه الفلاحيه من نهار نتاخذوا بيناتهم ما شفناهم، ما كاين لا تدخل ولا والو، تنشوف انا ما تنشوف والو، شي حاجه حدانا ما تنشوفوش. في اطار الاجتماعات وفي اطار التهيئ وفي اطار ايجاد الحلول بعض يمكن محلكة شويه علينا احنا في الغرفه الفلاحيه. لا يمكن ما احنا ما كاينش باقي لحد الساعه ما كاينش كاين تدخل لو تتسنى الوزاره شنو ندير. نتمناو السي قاسم نتمناو انه يكون تدخل ونتمناو ان الغرفه الفلاحيه ديالكم حتى هي تاخذ بنفس هاد المسائل اللي قلنا للغرفه ديالنا ويخدموا في اتجاه انهم يلقاو حلول الفلاح وحلول انيه ماشي حتى يفوت الفوت، يلقاو له حلول. دابا ما حدو كيعاني مع الكسيبه ديالو وكيعاني مع التاخر ديال الامطار. فشكرا لك. بوكريزيا واش الغرفه ديال الفلاحيه الدار البيضاء كتحرك لحد الساعه؟ غرفه الدار البيضاء انا وجهت سؤال للاخوان الضيوف الكرام نفاو الا السي حبيب الله قال لك اودي درنا واحد اللقاء مع السيد الممثل ديال الغرفه ووعدنا باش ينقل هاد الهموم ديالنا كفلاحه ينقلها للسيد رئيس الغرفه والمكتب ديال الغرفه، وراه كينتظروا مازال ما كايناش اجابه. حنا كذلك كننتظروا باش نشوفوا التحرك ديال الوزاره ديال الغرفه الفلاحيه
في هذا الاتجاه، وانهم يوجدوا واحد الاستراتيجيات اللي تقدموا بها الوزاره باش يعاونوا الفلاح. الحدود الساعه مازال ما شفنا والو، ولكن حنا دائما كنظنوا الخير وكنتمنوا الخير ونتمنوا انهم يتحركوا في هذا الاتجاه ديال انهم يوضعوا شي استراتيجيات ويكونوا بجنب الفلاح الصغير مع الوزاره ان شاء الله. وحنا كنتمنوا الخير، نتمنوا الخير يكون شي تدخل عاجل من الوزاره، ويكون شي تدخل، وما عندناش الشك انه يمكن يكون شي تدخل من عند سيدنا الله يسره باش الفلاح الصغير يمكن يعاونوا شي شويه. نتمنوا ان شاء الله، نتمنوا ان شاء الله. شكرا سي قاسم الكريمي على هذه المساهمه ديالكم، شكرا والى اللقاء. شكرا. سي قاسم الكريمي كيقول لك اودي باللي الغرفه الفلاحيه عندنا راك سمعت واش قال، قال لك ما كاين، ما شفنا حتى حاجه. انتم قلتوا لنا لا سي بشعيب ولا سي كساب، قال لك ما شفنا حتى حاجه. سي حبيب الله قال لك اودي راه السيد النائب اجتمعنا معاه. نتمنوا انه في هذا الوقت اللي حنا دابا كنطرحوا هذا الموضوع، الغرف الفلاحيه ماشي غير في جهه الدار البيضاء السطات، في المغرب كامل، انهم ياخذوا البادره ويوضعوا استراتيجيات ديال انقاذ الموسم او استراتيجيات ديال العمل في موسم جاف لا قدر الله. نتمنوا ان المكاتب ديال جميع الغرف الفلاحيه في المغرب يمشيوا في هذا الاتجاه، كما اننا نتمنوا ان وزاره الفلاحه تسرع الى كان شي برنامج استعجالي ديال الانقاذ الماشيه تسرع به باش ما تكونش عندنا خسارات كثيره في المقاطع المغربي ديالنا. ونتمنوا ان الفلاح يلقى او يحس بانه فعلا كاين تغيير، لانه 10 سنوات اللي عانى الفلاح الصغير غير هذه الاخيره اللي كنقول، العشر سنوات الاخيره راه عانى فيها الفلاح بشكل كبير، راه عانى فيها الفلاح بشكل كبير، وراه كانت الحمايه ديالو كتجي من عند سيدنا لا غير. ونتمنوا انه الامور تغير في اتجاه الحسن. سي بشعيب اش غنقول لك السي الفاطمي، هو الفلاح الصغير في امس الحاجه الى حلول انيه، حاليا دابا خاصهم يلقاو حل الفلاح الصغير، لحقاش هذا هو الوقت، لان الفلاح وقف دابا انتظر من شهر 10 شهر 11 12 دابا واحد شهر جوج هو على الابواب، باقي ما كاينش مؤشر بانه راه الموسم غادي يكون جيد، الا لجات الامطار مع الله سبحانه وتعالى وبشكل رسمي راه تعالج الامور. حنا نتمناو من الله راه تعالج، راه باقى الفلاحه يعني صابره واحد شويه، الا جات في واحد 20 يوم ولا 10 ايام ولا 15 يوم صبت الشتاء راه غادي ممكن الموسم يتنقد شيئا ما، على الاقل غير شويه، واخا الربيع والكاله ديال 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 المواشي وداك الشيء. الدعم هذاك كيف ما قال سي بالحسن، لا حياه اللي منتنادي، راه كل عام كيوقع هذا الشيء، راه ما كاينش دعم ديال الفلاح الصغير بصفه نهائيه، ما نكذبوش على ريوسنا. الفلاح الصغير راه كيعاني، وسيرتو في المناطق بحال المنطقه عندنا حنا ولاد فريحه عين بلال دار الشافعي سيدي احمد الخادير سيدي بومهدي البروج والنواحي، لانها منطقه شبه نائيه او ان اتفقوا نائيه 100%، لحقاش ارض سخونه كتبغي الامطار بزاف. يعني المسؤولين كاين واحد الغياب تام، ما كاينش واحد المجتمع مدني يعني قادر يترافع وقادر يناقش هذه الحلول ديال الفلاح. رؤساء الجامعة قيس على ذلك ثاني، ما كاينش اللي كيحرك شي 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 ساكن ويقول الفلاح انا راه انتخبوني هاد الناس، خاصني نوقف بجانب الفلاح وخاصني نستدعي مسؤولين وخاصني نترافع وخاصني نهضر على الدعم ديال الفلاح الصغير. الفلاح الكبار راه مقادين بريوسهم، عندهم اليات، عندهم يعني التجهيزات ديالهم، دايرين التنقيط ديالهم، دايرين يعني الابار ديالهم، ما كيتسناوش، مقادين الملفات ديالهم، كيقاد الاوراق ديالهم، دراسات كيتعرفوا على مهندسين عندهم داك الشيء يعني في الادارات ديالهم، كيخدموا الفلاح الصغير كيبغي يدير واحد المشروع، كاين طبيعه العقار ثاني عندنا تما كاين فيها مشاكل، الا بغيتي تقاد شي وريقات شي بلاد ولا شي حاجه كيلقاوك عراقيل، راك عارف الادارات، ما كاينش ديك تبسيط المساطير باش تعاون الفلاح الصغير ويدير واحد يجهز واحد الخمسه القطارات ولا سته بالتنقيط
ويصبح يعني ينتج واحد المنتوج اللي على الاقل يعني يصيب باش يعود عنده واحد الاكتفاء ذاتي سنويا، يوفر فيه الحبوب، يوفر فيه التبن، يوفر فيه العلف للبهيم ديالو. لحقاش العلف راه كما كتعرف. ولكن انا اسمح لي سي بشعيب، انا غادي نقول لك انا ملي قلتي لي كاينه مشاكل على مستوى الاداره، انا ربما وهضرتي لي على التنقيط، انا غادي نهضر معاك على القسم ديال التجهيزات الفلاحيه في وزاره الفلاحه. الناس اللي كيعطيو هادشي الملفات ديال غوتا غوتو، كنعتقد باللي انا تبعت العمل ديالهم حوالي دابا سنتين ونصف، تبعت العمل ديالهم وكيفاش كيشتغلوا، ولقيت بانهم كيشتغلوا بواحد الطريقه فيها واحد الجديه كبيره، ولقيت بانهم كيتعاملوا على اساس انه الوثائق ملي كتجيبهم كيعطيوك واحد التاريخ باش ترجع باش يعطيوك اش خصك تعاود تجيب، وكيمشيو معاك بهذه الطريقه. ولقيت بان فيه شباب، هذاك القسم بالضبط فيه شباب كيشتغل بواحد النزاهه، انا ما غنسميش شكون كاين تما، ولكن من خلال المتابعه ديالي ليهم ماشي غير تما ولكن حتى على مستوى انجاز الملفات عبر الصعيد الوطني، لقيتهم انهم كيحتلوا مرتبه ممتازه جدا، انهم كيسرعوا بالملفات. لهذا سي بشعيب انا كنقول لك باللي هذه القضيه ديال الوثائق وهذا، راه الفلاح ما خصوش يبقى مربع يديه، راه خصك ملي تحط الملف ويقول لك 15 يوم ارجع على 15 يوم، راه تقدر ترجع على شهرين ويقول لك سير جيب لنا واحد الوريقه بسيطه جدا وتكون تضيعتي شهر ونص. اذا نبقاو نحترموا، حنا كفلاحه نحترموا ديك المواعيد اللي كيعطيونا. طبعا ملي غادي نجي في المواعيد وما غيدير معايا والو، غادي نعاود نرجع، كاين مسؤول ديالو، كاين بزاف الحوايج، لانني خصني نامن بان المشروع ديالي خصني ننجزو في واحد الوقت معين. تفضل السي بشعيب كمل لي. الناس اللي كينجزوا هاد الملفات ديال هادوك، انا ما هضرتش عليهم لا نشككوا في ذلك، حنا كنهضروا على طبيعه. اذا كتتفق معايا بانهم تماما 100%. لا غير باش، لا شوف سي بشعيب لا رضي عليك، غير باش ما نكونوش حنا كنديروا الدعايه لشي حد. لا حنا ما كنشوفوش داك الشيء، راه كل شيء كحل، راه اللي مزيان كنقولوا مزيان. اللي مزيان تماما، حنا طبيعه العقار عندنا قلت لك كاين اراضي الجموع، ربما ما غادي يقول لك جيب لي شهاده اداريه، شهاده اداريه كتخصك تاخذها انت من عند المجلس النيابي اللي كيسهر على الجماعه السلاليه، على الاراضي السلاليه، تماك في هذيك الاراضي السلاليه ربما تلقى مشكل ولا ينوض واحد يدير لك تعرض عاوتاني، ما تاخذش ديك شهاده اداريه حطها لك في القياده، انت باغي تجهز واحد البلاد باقي ما وصلتيش ما وصلتيش للاداره مثلا، تجي عندنا حنا الاقليم 16 توضع. اذا هذا اشكال اخر، اشكال اخر سلاليه زياده ممكن اننا نهضروا فيه. زياده على ذلك اسمح لي سي فاطمه، زياده على ذلك يعني الفلاح الصغير ما عندوش هذيك التنقل باش يمشي ويجي ويمشي ويجي، وكاين البعد شويه ما بين الجماعه وما بين الاقليم فين 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 تكمل الاجراءات ديال هذاك الملف ديال الجيز. بالتالي كيقول هذا الفلاح انا ما قديتش، خاصو بير هو اصلا، هاد الناس كيطلبوا لك بير هو الاول، ياك خاص يكون عندك البير هو الاول كتوفر عليه انت. هذا هما كيديروا لك الحفره ديال الماء وكيديروا لك الكوتا كوت كيجهزوا لك وربما يديروا لك الطاقه، ولكن البير هو الاول كيطلبوا لك باش تكون. الفلاح البسيط ما عندوش باش يدير حتى ذاك البير، والبير ما بقاش ديك الفرشه المائيه مشات، كان كيحفر واحد 40 متر ولا 50 كيلقى الماء الكافي، دابا المئة وفما فوق خاصك 120 ولا 140 عادة يمكن لك تلقى الماء الكافي. إذا صبح التكلفة ديال باش توجد التبير وترسم عليه وهو اللي يكون عندك هو الأول باش تبني عليه وتجهز هذا، لا أنت ما عندكش باش دير. بالتالي كتعتمد على الزراعات الخريفية البورية وكتسنى الله يرحم. هذه حقيقة الوضع، هذا هو حقيقة. حنا كنتمناو أنه هذه الزراعات الخريفية وأن الاعتماد على الأمطار، لأن التغيرات المناخية راه عطاتنا إشارات واضحة ومن سنين، وراه الجفاف ولا عندنا بنيوي، راه ما بقاش غير كيزورنا. هذا علاش خص يكون التفكير في حلول أخرى من طرف الدولة، من طرف الحكومة،
باش يلقاو حلول ديال تحلية المياه البحر، باش يلقاو حلول ديال معالجة المياه العادمة، باش يلقاو حلول، لأنه حتى الحلول ديال الزراعات ديال تغيير الزراعات ونديروا زراعات بديلة اللي كتطلب نوعا ما شوية قل من زراعة الخريفية في الماء، راه هذاك الماء ما بقاش عندنا كيفاش نديروا ليه تنجيبوه، لأنه حتى الفرشة المائية كتعرض لواحد الاستنزاف خطير اللي ما خصوش يبقى. ونتمناو انه هذا المخطط اللي غادي فيه ان شاء الله اللي خطو جلالة الملك ديال 2022 حتى 2030 اللي غادي يعتمدوا فيه ان شاء الله على التحلية، وهذا يكون يجيب الحل ان شاء الله في الاستراتيجية المقبلة. سي بن الحسن، المسألة ديال ما دمنا كنتكلموا على القضية ديال الفرشة المائية، أنا كنعرف المنطقة ديال بن سليمان بأنه الفرشة المائية صعيبة، وتقريبا انضاطرات الفرشة المائية ديك الطبقة الأولى ديالها مشات، وخصك تنزل بزاف باش تجبد الماء، وداك شي مكلف وأصبح صعيب، وحتى الإجراءات ديال باش تاخذ بير باش تسقي به شوية ولات متشددة. أنا معاه ما يتشدوا فيها، لأنه الماء راه هو الحياة، خصنا نلقاو بدائل من غير أننا نستنزفوا الفرشة المائية، أو لا نلقاو بدائل باش نطعموا هذيك الفرشة المائية اللي غادا تستغل من طرف القطاع الفلاحي. فسي بن الحسن، هذه القضية ديال الأعلاف اللي كنهضروا عليها وديال الدعم اللي كنهضروا عليه، واش كافي أننا نعيشوا ما عشنا في السنوات الماضية ديال أن الفلاح تجي خنشة ديال الشعير؟ هذا الواقع، هذا كنهضروا عليه. احنا السي الفاطمي باش نهضروا بالواقعيه وما ندرقوش باش بالغربال، ان هذا القطاع الفلاحي راه ما نبقاوش نهضروا على هذا العام. القطاع الفلاحي بصفه عامه خاصو اعاده الهيكله، وخاصنا اننا نوضوا نخدموا عليه، ان ما بقيناش هذا الشيء ديال الجفاف. حنا راه ما بقاش كنقولوا غادي يجي مره ولا مره، تقريبا حنا هذه 10 سنوات و 12 عام وحنا في الجفاف. اي نعم، اللي داز عندنا مزيان كيدوز عندك عام مزيان، ولكن 3 سنين ولا 4 سنين كلها كدوز ناقصه ولا شويه ولا مويان. يعني ما بقيناش حنا معتمدين على الزراعه الخريفيه، وما بقيناش معتمدين على الزراعه البوريه. يعني ولا عندنا مشكل دابا، خاصنا نقلبوا على الحلول البديله. انا كيما قلتي انت بالنسبه للمياه، حنا ولات عندنا واحد البورسونتاج ديال واحد 60% و 70% من الناس اللي كيحفروا، يلاه جوج الناس ولا واحد اللي كيقل ما، يعني الحفير حنا على طول السنه. دابا الشتا كتصبوا الناس كيحفروا في البيار وما لاقينش الماء، كيحفر السيد جوج بيار ثلاثه كيتسلف كيغرق في الكريدي على قبل هذوك البيار ما كيجيبش الله التيسير. دابا الناس انهم التاجوا انهم باغي يدخل الماء ديال لونيب باش يشربوا. الناس دابا انا دابا كنشوفوا لوكا كيجيونا باغ الماء يشربوا ما لاقينش الماء ديال الشرب، ما لاقاش، بغاو يدخلوا الماء ديال هذا. الناس ديال القطاع ديال الماء قال لك ما نقدروش ندخلوا لشي واحد الماء في هذه الظروف هذه، الماء ما كاينش قليل ما نقدروش. يعني ها هو حتى الماء بغى الناس باغا تخلص على الفلوس على الماء باش تشرب، ما لاقياش الماء. هاد الناس كيفاش غيديروا يجلسوا في هاد العروبيه؟ هاد الناس كيفاش غيستمروا في الحياه؟ راه خاصنا حلول انيه، يعني ملي نكونوا حلول انيه خاصنا من اليوم نوضوا نخدموا، ماشي نتسناو الشتا تصب. الشتا راه غتصب، يعني راه غتصب، تقدر تصب تقدر ما تصبش، ما نبقاوش نتسناو الشتا تصب، خصنا نوضوا نخدموا على القطاع. خصنا نعتقوا الناس، راه الماشيه مشات، كل شيء مشى، الناس راه كتليكيدي. دابا راه حنا مقارنه مع السنه الماضيه راه لا برودكسيون ديال الحليب راه هذاك الشيء خيالي اللي نقص بارابور العام اللي فاتش، راه بزاف، راه حنا تقريبا مشينا ل 50% ديال لا برودكسيون ديال الحليب اللي مشات هذه فهاد الشهر. يعني داك الشيء بالنسبه للعام الجاي راه نقدر نوليو كنهضروا على 20% ولا 25%، راه حتى شي واحد ما بقى قادر يكسب، حتى شي واحد ما بقى قادر يدير يشري الماشيه، حتى واحد ما بقى قادر. ها هي الماشيه في السوق رخيصه، ولكن شكون التكلفه ديال المعيشه ديالها صعابت، ما بقيتيش تقدر تكسب. انا دابا جميع عوامل الانتاج في ارتفاع صاروخي، وفي زياده ما كنقولوش راه ستابل غادا واقفه ولا غادا ترجع، غادي بزياده. يعني ملي كتجي الغازوال غادي بزياده، كتجي البوطه اللي بعد الفلاح كيسقيو بالبوطه غادي بزياده، ملي كتجي الضو يعني ما تقدرش دير الانتاج الفلاحي بالضو. يعني الا غادي دير مثلا لونسيلاج وديرها بالضو، يعني راه الكيلو غيكلفك بخمسة دراهم اضعف ايمان. يعني كنعرفوا البومباد الماء يعني على الاقل غتضرب لك واحد 100 درهم ولا 150 درهم في النهار، يعني واخا تنتجها بشحال غادي تقامح لك.
يعني حتى عوامل الانتاج بلا ما نهضروا على داك الشيء ديال الانكري، راه الملحق هذا العام من 120 درهم وصلت ل 750 درهم، راه يعني التريبل ديال هذا الفلاح فين غادي؟ ما عرفناش هاد الناس فين غاديين، والمواد الاوليه كاع اللي كيشري الفلاح كله كيشري بالتيفيه، ومن اللي كيوجد المنتوج ديالو كيبيعو بلا تيفيه، ولا كيجيو الوساطاء كيخلصوه بداك الشيء اللي بغاو يديو. يعني احنا ديما مكرفص الفلاح، جا الخير وجد عنده الخير كيبيعو بقل ثمن، ما كيريكيبيريش حتى المصاريف ديال العام ولا العامين ولا ثلاث سنين اللي قبل، حتى هي ما كيريكيبيريش مشات. جا شحت المطار كيزيد يغرق ثاني بواحد 50% على داك الشيء اللي عنده كيزيد يحل. يعني راه خصنا نشوفوا حلول انيه. القطاع الفلاحي راه في انهيار، انا كنقول لك يعني الفلاحه الكبار ما قدروش يستمروا، كاين تجوق ماكلتهم، عندهم الماء، عندهم البلاد، عندهم الخير، وما قدروش يستمروا في القطاع. يعني وقفوه، ملي كيجي يحسب راسو لقى راسو في البلافو. حتى الثمن ديال الحليب كما كنشوفوا ما يعني ما عرفش واحد الزياده، يعني حتى الوزاره حاطه يدها على داك الثمن ديال الحليب ما باغيش يتزاد دابا 50 عام ولا 40 عام، الحليب ما كيتزادش. علاش ما كيتزادش الثمن ديال الحليب والعلاف اللي ضربت تزادت فيه 35% والحليب ما تزادش؟ راكو كان على الانتاج قد الانتاج قد لا برودكسيون اللي كتنتج القيمه ديالو باش كتنتج باش هذا، تقدر تريكيبيري تقدر تستمر في القطاع. يعني ملي كتولي دابا البالة ديال التبن دابا هو كان 12 13 درهم، دابا اصبح اليوم ب 20 درهم وغادي في زياده ما واقفش. يعني النخاله اللي 40 كيلو ب 2700 ريال شحال غيوفك فيها الفلاح؟ يعني اش ما نضرب واحد الثمن. اما السكاليم دابا العلف المركبه راه كيفاش كتشوف هذا الدعم اللي كان كيتعطى؟ لان انا غادي نوجه هذا السؤال، غادي نوجهه للضيوف ديالي كاملين. بالنسبه للدعم اللي كيتعطى، الفلاح عنده 140 راس ديال الغلم، وهذاك هو الدومين ديالو، تعطيه حتى الخنشات دخلت عليك بالله كيعلفهم وقت واحد. واش هذا دعم تسميه دعم؟ هذا راه كيضحكوا على عباد الله. والدعم راه خاصو يكون على طول السنه، راه ما بقاش الفلاح خاصو الدعم ملي يجي جفاف ولا ملي يصب. والدعم الفلاح خاصو الدعم الا بغيتي يبقى لك في هذيك العروبيه وبقى يزيد السمر، راه ما يقدرش يواكب الظروف المعيشيه اللي كاينه دابا، راه الفلاح ما بقاش قادر يستمر. والنتيجه راه اللي هادشي اللي كنهضروا عليه، راه هضرنا احنا مع المؤسسات وهضرنا مع الشركات وهضرنا مع الناس اللي شركاء معنا في القطاع، قلناها لهم. كانوا كيقول لك الحليب لا الكوطا لا الحليب ما غنديوش عندكم، قلنا لهم هذا الحليب اللي كديروا عليه نتوما هادشي راه غيجي واحد النهار ما غتلقاوش. واش انا ملي كتجي دابا كتقول لي غدا عندك الكوطا، انا عندي 3 طون ديال الحليب، انت كتجي دي جوج طون وتخلي لي طون، كتجي صباح تخلي هي ما كتعلمني بلا ما كتخلي لي طون. قلنا لهم هذا الحليب راه غتندموا عليه، راه غيجي واحد النهار ما نلقاو. وكذلك دابا ولاو كيعيطوا كيقول لك حليب، وحتى حليب منين غنوجدوه دابا حنا؟ راه ما بقيناش قادرين. كيفاش انا غادي نجيب باقره ب 26 ولا 27000 درهم وغنولي نصير عليك سي بالحسن؟ سي بالحسن اثر عليه الموضوع بحكم الرئاسه ديال الفيدراليه المهنيه ديال الحليب. غير رجوع على الموضوع، رجوع على الموضوع ديال هذا الطرح اللي تسالنا عليه، ديال هذا الدعم اللي كتقدم اللي قدمات الوزاره في السنوات ديال الجفاف اللي مشات، واللي تمثل في بعض الاكياس ديال الشعير، في خنيشات ديال الشعير. كيفاش كان الوقع عليه على الفلاح في هذيك السنوات سي حبيب الله؟ واش كتظنوا بانه الوزاره غادا تمشي في نفس النهج ديال الدعم؟ وصراحة بالنسبة للسنوات والدعم اللي كان فيه صراحة كان غير معقلا وغير كافي بالنسبة للفلاح، لأن الفلاح راه ما كيوكلش هذيك النهار مثلا. كاين اللي كيجي بصراحة للناس بعد الفلاحين تلقى عنده قاطع قداش هو واخد جوج أكياس ولا ثلاث أكياس، ولا كيقول لي خمسة الخيشات، يعني خمسة الخيشات فيها 80 كيلو، يعني اش غيدير لها؟ باش غيلقى؟ دابا الفلاح راه كيوكل العام كله. وانا صراحه باش ما نبقاوش غادي نوكا ولا هكا، بالنسبه لهذ الظروف الحاليه الدوله خصها تدخل وتدعم الفلاح. الفلاح راه في مازق دابا، ما بقاوش نكذبوا على البنادم ونبداو نقولوا لهم لا راه غادي تستناو هذاك الشيء ديال الله ديال الشتاء، ولكن راه خاص الظروف الدعم خاصو يدخل من غدا، وخاص يكون على الاقل هاد الناس هاد السلطات المعنيه ولا الوزاره الوصيه للقطاع الفلاح خاصها تكون دا حاطه التدابير الاحترازيه، تحطها البلانيفيكاسيون فوالا راه هاد العام نديروا سيبوزون بان راه ما كاينش الشتاء، نحط هاي سيبوزون جا الخير غيبقى الخير. عندما صراحه الدعم خصها تنوض الدوله دابا ولا السلطات المعنيه ولا كذا خصهم ينوضوا يدقوا ناقوس ان خصهم الفلاح راه دابا محتاج من الاول، وخص دابا الفلاح راه خصنا الحمايه ديالو والرعايه ديالو.
الحمايه ديالو كتجلى بان راه بالنسبه خصنا لهذوك الوسطاء تعدد الوسطاء والمضاربين اللي كيقول لك الغلاء ديال هذه النسبه لهاد النخاله وفي البلاد وبالنسبه ليه حتى هو المنتوج ديالو بالنسبه في الزراعه بالنسبه حنا عندنا القطاني والحبوب بالنسبه للمذاكره كتبتاز بها يعني في الحبوب كياخذ الثمن في الزريعه وملي كيوصل المنتوج كيبيعوا بقاقل الثمن وما كيلقاش حنا غياب ثاني كانت عندنا واحد الاداره اللي كانت كتخفف العبء على الفلاح الصباحي والصباحي والمذكوري كان الكوبراتيف عندنا غياب الكوبراتيف تسدات ما بقى الانسان ما بقى فين كانت البيزانه عندنا حتى هي كتباشر غياب عندنا كتمشي كتلقى في البيزا كتلقى بلاكه ديال المكتب الاستشاره الفلاحيه وهو مسدود ما كاين فيه تحت غير باش ما نقاطعك سي حبيب الله بالنسبه للمتتبعين الكرام والمشاهدين ديالنا اللي بغاو يتواصلوا معنا عبر الهاتف راه الارقام ديال الهواتف ديالنا راه مبينه على الشاشه يتصلوا بنا ويشاركوا معنا الموضوع ديالنا ديال الزراعات الخريفيه واكراهات تاخر الامطار تفضل سي حمد الله واللي بغيت انا كما اللي بغيت نشدد عليه واللي انسان راه بالنسبه للتدخل اصبح خاصو يكون بسرعه فائقه وبالنسبه لخص للغرف المهنيه ديال الفلاحه الغرفه المهنيه ديال الفلاحه ولا بالنسبه لوزاره الفلاحه ولا المدير الفلاحه ولا المكتب الاستشاره الفلاحيه ولا السلامه يعني احنا غادي من بعد ان شاء الله لكان على حساب انا بغيت دابا غير ما اللي خصو يدار دابا على المدى القريب والاني وعلى المدى البعيد عاد غنشوفوا الفلاحه والفلاح والاكراه هذاك الفلاح اش خصو المواكبه والتاطير وبالنسبه اللي جاي وكيفاش خصنا نوجدوا الفلاح اش نعطيه باش يعطينا الفلاح خصك تعطيه لان دابا حكينا واحد الجينيراسيون ديال الفلاحه اللي كان الناس اللي كانوا دابا كاين انقطاع ديال التواصل دابا كاين الفلاح راه كاين اللي ما كيعرفش يفلاح دابا راه واحد الجينيراسيون كيجي كيلوح كيسمع بسمع هذا اسمي دير هذا هذه دير هذا دير هذا الزرع دير هذا كاين هذه الماده ولكن الفلاحه خصنا ناثروا بنادم باش يكون عندنا واحد الجينيراسيون واحد الجيل اللي يقدر يواكب هذاك التطور والعصرانه ديال الفلاحه حنا دابا ما عطيش معاهد فلاحيه دابا حنا مثلا منطقه مذاكره معروفه بفلاحه ولكن ما كنلقاو حتى شي معهد ولا مدرسه فلاحيه كنلقاو واحد فلاح كينوض كيشتغل راسو بجهد بالفطره ولكن الا بغينا نطوروا هذيك الفلاحه ونتسناو الفلاح يعطينا ويواكب العصرانه والاستقرار بالنسبه راه خصنا نعطيوه خصنا ناثروا ناثروا بالنسبه للتاطير مهم بالنسبه للفلاح لا هاد المساله هذه ديال التاطير فيما يخص الفلاح والشباب الفلاحه كنعتقد باللي وانا غادي نخصص انا غنوجه النداء ديالي للسلطات بمنطقه المذاكره بالكاره بالضبط والمناطق الفلاحيه في المذاكره هاد الابواب اللي تفتحات ديال لي كريدي ديال الشباب في العالم القروي وديال الفتاه وديال المراه والمشاريع بادروا ورشدوا الناس باش يمشي ويديروا هاد المشاريع باش تنميوا المناطق القروية راه الناس اللي في السلطة خصهم يعرفوا بأنه الاسم ديال الرجل السلطة تغير برجل تنمية نميوا الله يجازيكم بخير ودفعوا الناس في العالم القروي باش يمشي ويقلبوا على هاد المشاريع ويقلبوا على هاد المؤسسات اللي كتدعم هاد المشاريع المجتمع المدني الجمعيات خصهم كذلك يمشيوا في هذا الاتجاه لاننا احنا مقبلين على واحد الفتره ديال التنميه في العالم القروي باش نقدروا نساهموا في التوجهات ديال خلق طبقه وسطى في العالم القروي وحنا مطالبين كمؤسسات وكجمعيات وكسلطات باش كنا نديروا يدنا في يد باش ننميو المغرب اليوم مغرب التنميه هذه رسالة ممكن نوجهها للجميع في الجهة ديالنا الجهة الدار البيضاء سطات وكذلك في المغرب العالم القروي في حاجة الشباب ديالو والنساء ديالو باش يخدموا وفيه وباش نديروا المؤسسات التنموية فيه باش نحافظوا على الناس ديال العالم القروي في الأماكن ديالهم ويبقى عندنا الإنتاج مستمر وما نمشيوش لمتاهات أخرى في المستقبل ديال المغرب سي بشعيب المنطقه ديال ولاد فريحه ديال ولاد فريحه منطقه عين بلال قصبة الشافعي سيد الخادير هذه المنطقه هذه المنطقه اللي منطقه اللي زرتها شحال من مره وزرتها بزاف المرات مع الاسف
انه الواد ديالهم ربيع دايز من هذه المنطقه، طبعا ما كيستافدوش منه دابا، ما بقى ما يستافدوا له ما ولا دكاله، لانه الامور تغيرت. المرعى عندنا ناقص، يلا نتكافاو مع داك الشيء ديال الشرب وداك الشيء اللي كيوفروا ديال الشرب. نتمناو انه تكون حلول باش ترجع المياه لمجاريها عبر هذيك لوطوروت اللي كيفكروا باغي يجيبوها من الشمال، ونتمنى ان السيد الوزير يمشي في هذا الاتجاه هذا باش على الاقل هذه المناطق، لان مناطق فيها اراضي شاسعه وفيها تربه مزيانه وحتى الجو ديالها كيساعد على عده زراعات. نعتقد بانه الزيتون والرمان الا كان ما تكون المنطقه مزيانه تما ويكون فيها استثمارات اكثر. نبقاو في ديال الدعم ديال الحبوب اللي تكلموا عليه الاخوان، هو كيخصوا واحد الحصه لكل جامعه، هي غير كافيه. كاين اللي عنده 120 راس ديال الغنم كيدي 5 القناطر، هذه لا عطاه. بل اكثر من ذلك كاين تلاعبات في كيفيه التوزيع. عاود لي بل اكثر من ذلك، ياك بغيتيها هكا عاود لي عاود الله يرضى عليك. كاين واحد التلاعبات يعني في توزيع هذيك الكميه على كل فلاح وشحال خاصو يستافد. اشنو اللي كيوقع؟ كاينين الناس تماك محتاكرين، عندهم اعيان ديالهم، هو اولا هذا الدعم كيمشي للجامعه، الجامعه هي اللي كتكلف به، كيتحط في الجامعه، كاين موظف هو اللي كيقيد الناس، هو اللي كيعطي الناس. اش كيديروا؟ كاين اللي ما عندوش البهيمه، ما عندوش الكسيبه، ما عندوش كسيبه، ما عنده حتى شي حاجه، كيجي يتسجل عند ذاك الموظف، كيقول لي انا باغي مثلا ها كاين وكاين وعندي ها كاين وكاين وكاين، عندي شحال من راس، كيقيد لي واحد 10 القناطر، مصيفطو انت ولا مصيفطو انا، كنمشي نعطي الفلوس لاخر، كنصيفط لاخر، كيجي واحد 10 الناس باغين هذيك الكميه على اساس انهم راه عندهم مواشي وعندهم كسيبه، هما ما عندهمش، كيخلصوها بفلوس هذاك اللوبي، نسميه لوبي حنا، ديال هذه الكميه اللي كتخرج دعم الكساب او الكساب بصفه عامه، وكيحتكر هو هذيك الكميه وكيبدا يبيع فيها بثمن بغير الثمن اللي كيخلصوه اللي معروف عليه. هذه يعني حاله انا نتحمل المسؤوليه في هذه الهضره اللي كنقول. لا غير لانه سيب الله يرضي عليك، قلتي لي بانه موظف جماعي هو اللي كيتكلف بالتسجيل ديال الفلاح. تماما، هو اللي كيعطي الموظف ديال الجامعه. ولكن هذا الموظف الجماعي واش كيعرف كل فلاح كيعرف واش عنده البهيم ولا لا؟ هذا هو المشكل، هذه هي النقطه اللي باغي نهضر عليها انا. هذه هي النقطة اللي باغي نهضر عليها، تكون واحد اللجنة مخصصة، يكون بحث من عون السلطة هذا السيد واش عنده الكسيبة فعلا ولا ما عندوش، باش نقدروا باش يقدر يستافد من هذيك الحصة. إلا استافد غادي يكون يستحقها، ما عندوش الكسيبة غادي يضيع فيها واحد آخر، ولكن هو مدفوع من طرف واحد آخر باش يحصل على واحد المنتوج أكثر ويستافد منه، وإما يبيعه إما يستافد الماشية ديالو ويصدق هو الرابح. هذا هو الاشكال. دابا الموظف ديال الجامعه عاطينه تعليمات، ها كاين جيت عندك انا كنقول لك بغيت قدا وقدا، عندي قدا وكتقيدو، انت باغي تخلص، المهم المشكل عندك هو الفلوس تدخل ديك الشيء تعطيه، ولكن داك الشيء خاصو يعطيه بطريقه معقلانه وبطريقه قانونيه، ويتعطى لمن يستحق، ويتعطى لواحد اللي عنده كسيبه. كاين اللي ما عندوش كسيبه وكيطيب. لا ربما هذه المساله اللي قلتي لي فين هو الدور ديال القيد؟ فين هو؟ القيد ما كاينش في هذه الحاله، هذه ما بانش لي القيد. انا القيد ما كاينش في هذه المساله، حيت شوف انا ملي كنعقد انا راه عضو جامعي، قبل ما نكون عضو جامعي كيجي يتحط زرع في الجامعه، كيتحط زرع في الجامعه كيشرف عليه موظف، موظف تابع للجامعه، هو اللي كيسجل هو اللي كيتخلص. احنا الطريقه كيفاش يدور؟ تفضل سي حبيب. بالنسبه للعمليه اللي قلتي دابا، حنا على غرار ذلك ما كانش عندنا بحال هذه المساله اللي دارت تماك، بالنسبه كانت عندنا حنا كان دخل في السلطه وممثل ديال الغرفه الفلاحيه وممثل ديال المجتمع المدني جمعيه. هذا هو اللي خاص يكون. هذا هو اللي الطريقه اللي مشات عندنا حنا. كان الممثل السلطه المحليه عندنا كدير واحد لا ليست كتعطيها لهذاك السيد كيجي الممثل ديال الغرفه الفلاحيه كيسيني كيسيني المشاهد ديال الجمعيه، ممثل على الفلاحين كيسيني، ثلاثه كيشدوا هذيك لاليس كيديوها للمديريه الفلاحيه المندوبيه اللي كاينه برشيد، كيعطيوها لاليس على غير هذيك لاليس كيعطيهم باش يمشيو ياخذوا هذيك الحصه، كتجي الحصه عاد كتفرق.
غير باش نزكي هذه الهضره ديالك السي حبيب الله وللامانه انه المديريه الفلاحيه ديال برشيد متشدده في هذا الاجراء، وكيسهر عليها السيد المدير الاقليمي بيديه باش ما يكونش فيها تلاعب. وتحيه لهم من هذا المنبر، لا صراحه لانه انا تبعت هذه الامور ولقيت بانهم كيسهروا عليها بجديه كبيره. تفضل السي حبيب الله. غير بالنسبه لنا حنا، هو صراحه هو لابد من كيكون بعد انزلاقات وكيكون بعد مرات كيكون تقياد، يقدر واحد يجي مثلا يضلل الناس بانه راه عنده بهايم، عنده مسائل، عنده رؤوس اغنام، عنده كذا، كتبقى هذه الحالات. وبالنسبه لحنا الحصه المعتمده على حساب كاين الحصه ما ترقعش، وخا تدير الحصه ما صراحه هذاك الدعم اللي كان راه ما غير كافي. راه كيديروا كيقول لك 36000 يعطيوك مثلا 26000 قنطار، ولكن ما كافياش بالنسبه لكل جماعه. انت واش عندك بنادم هكذا كيجي كيدير، ملي كتجي تفرقه كتلقى راسك هذا كيدي خنشه جوج خمسه تخيشات، راه واه صافي راه ما كافيش. دابا السي حمد الله، دابا هذه القضيه ديال الدعم حسب كل خصوصيات كل منطقه. علاش؟ بالنسبه للعام انا جلست مع الناس، مع الفلاحه ديال سيدي بنور، الفلاحه ديال دكاله، اشنو المقترح ديالهم في هذه المساله ديال الدعم؟ قال لك حنا ما بقيناش باغيين ذاك الدعم ديال جيب لي الشعير واعطيه لي. انا جلس معايا في الطابله انا ككسب وغنقول لك اشنو الماكله اللي كنوكل البهيم ديالي. انا الشعير ما كنوكلوش، ها الماكله اللي كنوكل البهيم ديالي وديرها حتى في اطار ديال واحد المزايدات، واللي بغى يدخل عليها يدخل عليها مرحبا، المهم انه يجيب لي ديك الماكله اللي كنوكل، ما يجيبش لي الشعير. الا بغيتوني انا نحافظ على البهيم ديالي ونبقى غادي في نفس النهج ديال المردوديه، ما تقولوش لي هاك ربعه الخنشات ديال الشعير لا ما عندهم ما يديروا لي. غادي نعطيكم شحال ديال اش كنوكل ونعطيكم شحال كيكفيني باش تكونوا فعلا دعمتوا الفلاح الصغير. وكيظهر لي بانه هذا منطق معقول. فاطمي حنا معاك في الطرح، ولكن الطريقه ديال الدعم ان شاء الله كيفاش خصها تكون؟ كما كنشوفوا حنا كما خصها تكون. راه ما غاديش تجيب الدعم وتفرق خنشه لواحد ولا جوج. حنا كنشوفوا ان هذيك خنشه ولا جوج غير ما هي في مصلحه الفلاح، ما في مصلحه الدوله، كيزيدوا لي شارج والمشاكل. حنا خصنا نشوفوا الناس، حنا الفلاحه اللي هما فلاحه، اغلبيه الفلاحه اللي كيديروا الكسيبه راه كيخدموا بالالاف مركبه. حنا خصنا ندعموا العلف المركب اللي ولا بواحد الثمن غالي، على الاقل بواحد الدرهم. ان لا دعمنا العلف المركب، يعني العلف المركب ماشي غيشري اي واحد ويدي يبيع ويشري فيه. العلف المركب غيمشي للناس لي ريفوندور والتعاونيات اللي كيتعاملوا مع الفلاح ديريكت. يعني من اللي غنشدوا العلف المدعم ونحطوه، يعني راه غيديو الناس اللي غيوكلوه، ما يجيش واحد اخر يبيع ويشري فيه. يعني الا كان الدعم خصو يكون في الاعلاف المركبه، ولكن خصو يكون بالثمن اللي هو ناقص. راه هو الدعم. انا كان راه الا جينا شدينا ليستوريك ديال الروفوندور وديال التعاونيات، هذاك الشيء اللي كيكون صمومي العلف محدود. مثلا انا كتعاونيه راه كنكونسومي مثلا 60 طن ديال الشهر، راه باينه غادي تدعمني بدرهم 60000 درهم في الشهر لمده كاع نقولوا 4 شهور 5 شهور مزيانه. التعاونيه راه كتعيش فيها واحد 200 ديال الفلاحه، ما غاديش كل فلاح يمشي يقلب. راه كيجي للتعاونيه كيهز الحليب ديالو، كيحط الحليب ديالو، كيهز العلف ديالو من التعاونيه وديريكت اوتوماتيكمون مدعم. ماشي التعاونيه غتشدو، راه غتشد الكونتيتي اللي غادا تكفيها في الفلاح. ماشي غادي نشدو نعرمو، حنا اش غنديرو به؟ غادا داكشي اللي غادا كنكونسومي في الشهر غنبقاو كونسومي حتى يدير ربي فرج. راه هذا هو الدعم اللي خصو يكون. ندعموا الفلاحه في الاعلاف المركبه. الشعير انا واش عندو البقر الحليب غتعطي الشعير اش غيدير به؟ حتى مالي الغنم راه ما غيعطيش الشعير بوحدو، لا داك ما عنده ما يدير الغنم الشعير. خاصنا الاعلاف المركبه تدعم غالبيه الفلاحه. كلشي اللي كيعتمدوا على الكسيبه راه كيخدموا بالاعلاف المركبه. الاعلاف المركبه ولات ب 4 دراهم و20، راه بزاف على الفلاح بهذاك الثمن بارابور التكلفه داك الشيء اللي كينتج. راه لا علاقه، خاص يدعم العلف المركب هو اللي خصو يدعم. معروف ان التعاونيه شحال كياخذوا، لي روفوندور شحال كياخذ، داك الشيء راه الشركات عندهم كلشي عندهم ستابل. داكشي اللي كيكونسومي التعاون. ولكن سي بالحسن، سي بالحسن باش نناقشوا معك هذا المقترح ديالك. كتهضر لنا على التعاونيات، ان التعاونيات معروف شحال كياخذوا، ان الفلاح غادي يجي للتعاونيه ياخذ داكشي اللي خصو ويحط الحليب. هذا صوره مزيانه زوينه هذه. حالة غير. الفلاح كيجي يحط الحليب ديالو، كياخذ نفس الوقت الماكله ديالو، كيمشي والعمليه الحسابيه كتقوم بها التعاونيه والى اخره. ولكن هذا هنا راه كنهضروا على واحد الفلاح اللي مؤطر في اطار تعاونيه. والغياب.
ولكن الفلاح اللي غير مؤطر راه عندنا في اشكال دابا كاين ريفوندور دابا داك كيمشي يشري خنشه جوج كيمشي عند داك البائع هو هذاك الروفوندور اللي كتهضر عليه السي بالحسن الروفوندور اللي كتهضر عليه هذاك راه داير لينا كارثه راه في البذور ملي كنا كنحرثوا راه دار كارثه راه مشى خدا الزريعه من عند سوناكوس وجابها باع الفلاح بثمن كبر راه كارثه راه زاد على الفلاح راه استغل انه غير جا واحد شويه ديال الغمام في السماء ونقطات شويه الشتاء والفارينه مشات من 7000 ل 9000 راه شوف الواقع سي بالحسن ما يمكنش شي حد غادي يدرقوا ما يمكنش شي حد غادي يتغافل عليه هذا واقع كنعيشوا الحقيقه اللي خصنا نهضروا عليه هو انه هاد المساله اللي ترتي سي بالحسن ديال إعادة هيكلة القطاع. القطاع مازال خصو الخدمة، خصنا نخدموا عليه، خصنا نديروا عليه مقترحات، خصنا كل شيء يشتغل عليه، ولكن كاينين بعض الجهات اللي خصها تبدا دابا خدامة، وحنا ذكرناها في الأول، حنا تكلمنا مع الناس ديال الغرف الفلاحية، تكلمنا مع الناس ديال وزارة الفلاحة، تكلمنا مع الناس ديال الاستشارة الفلاحية، الجمعيات، التعاونيات، هاد الشيء كامل خصو يفكر دابا في حلول آنية لهاد السنة اللي كتبان صعبة. راه هاد السنة راه كتبان صعبة، لأنه البوادر ديالها، راه حنا في البداية ديال السنة وسي بالحسن كيقول لي الناس ولات كتخلى على البهيم ديالها. أييه هادشي راه صعيب. والله الا السيد ما قالت معنا قال لك هاد الايامات غير بسعد الكلاب قال لك ما بقيناش كنشريو لهم الخبز ولا اللي ماتش كياكلوا الكلاب سمن ما بقيناش اش غنديروا لهم قال غتشري الماكله ما واخا تعيا ما تشري ما بحال كتشد قال لك كتزيد مصاريف فوق مصاريف بحال غتكريدي وتشري لها وتوكلها والسوق ما داير والو بغي ما قاضيش في هذاك الشيء يعني ما بقاش قادر يعطي وهذاك هو المصدر المعيشي ديالو اش غيدير ما سبحان الله هادشي خاص هادشي راه ما خاصناش نفكروا فيه على طول السنه ماشي نفكروا فيه حتى يوقع المشكل واش حنا كنبقاو نستناو حتى تصب الشتاء ما صبش الشتاء نبقاو مكتفين يدينا راه خاصنا نخدموا على خاصنا يكون عندنا برنامج سنوي برنامج سنوي ديما ثلاث شهور الاولى ديال السنه خاصنا يكون ديما عندنا فيها الحل جات الشتاء داكشي اللي بغينا ما جاتش الشتاء كنكونوا خدمنا ماشي نتسناو توقع المشكل يعني كننقدوا ما يمكن انقاذ ما كننقدوا ما يمكن انقاذه ماشي نخليو توقع المشكل عن طلبوا على الحل يعني خصنا نكونوا مجددين للحل قبل ما يوقع المشكل راه هذا هو اللي خصنا نخدموا عليه وما نبقاوش معولين على الامطار حيت ربما التقلبات المناخيه ولا الشتاء كتجيك في الصيف ولا هذا يعني ما نتمنى من الله يدير الشتاء ويدير الخير المخرج ديال الحلقه كيقول لي ما بقاش الوقت ولكن انا غنستاذنوا في واحد ثلاثه ديال الدقائق وكل واحد في الضيوف الكرام غنعطيه دقيقة يعبر فيها على داك الشيء اللي بغى باش نختموا هذه الحلقة تفضل سي بشعيب شكرا سي فاطمي أنا ما بغيش نمروا مرور الكرام دون أن نحكي ما شرع الله في ذلك بالنسبة للتأخر ديال الأمطار تأخر ديال الأمطار كما جاء على لسان سيدنا نوح قال استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كاين منع الزكاه الناس ما كتزكيش. كاين بزاف ديال الحوايج لانها كتحبس الامطار. وهذا الشيء وقع بسيدنا ابراهيم الخليل اللي من هو اولي العزم الخامس وكليم الله سيدنا ابراهيم خليل الله. لما كانوا خرجوا لصلاة الاستسقاء والمطار ما تحسبش وكان واحد العبد معاهم انه واحد الانسان غير صالح هو اللي يحبس المطار ديال الناس ونتمنى احنا ما يكون معنا سي بشعيب نتمنى ما يكون معنا حد في الناس ماشي مع ربما الاخوان اتفقوا معايا في القضيه ونتمنى ان ربي سبحانه وتعالى يسخر لنا في الامطار على بلادنا ونتمنى اننا نتجاوزوا هذه المرحله الصعبه اللي نتمنى انها التغيرات المناخيه القول الحل لان التغيرات المناخيه ما غاديش نهدفوا باش نديروا لها شي حاجه باش تحيد هذه تغيرات مناخيه واقع فرز هذا الواقع على بلادنا ديال هذه الاجواء ديال الامطار ما كيناش ديال ارتفاع درجه الحراره ديال بزاف الحوايج نتمنوا اننا نلقاو شي استراتيجيات باش نواجهوا هذه التغيرات المناخيه سي حبيب الله
وصراحة بالنسبة لي أنا كممثل على مذاكرة وكان جيت باش نبلغ المشاكل والمعاناة ديال الفلاح المذكوري، أنا راه باش نوصل اللهم بلغ صوتنا إلى الجهات المسؤولة والسلطات المعنية والوزارة الوصية للقطاع بأن الفلاح المذكوري راه في أمس الحاجة للمؤسسات باش تكون عنده في التراب ديال مذاكرة وخصو حماية ورعاية بالنسبة للفلاح. إذا الفلاح المذكوري خصو حماية ورعاية. غنكرر معك هذه القضية ديال الفلاح المذكوري خصو حماية ورعاية. سي بالحسن. سي الفاطمي باش من خير الكلام ما أقل ودل، دابا جا الوقت لأن لا المؤسسات الغرفة الفلاحية ولا وزارة الفلاحة ولا الحكومة ولا كاع المؤسسات المتدخلة في قطاع أنها توقف وقفة واحدة ويلقاو حل لهذا القطاع. راه هذا الحل راه هو المعيل ديال 80 ولا 90% ديال السكينه ديال المغرب. راه ما يمكنش المغربي يعيش بلا فلاح وبلا كسيبه، يعني راه خاصنا حلول انيه ومستعجله باش نفكوا هذا المشكل ديال الفلاح. يعني الا بغينا نهضروا المشاكل راه عديده، خاصنا حلول، خاصنا حلول انيه وتكون في اقرب وقت. خاصنا حلول اللي يمكن ما يمكن انقاذه، خاصنا حلول انيه وعاجله وتكون في اقرب وقت. في اقرب وقت اذا هذا خاصنا حلول انيه وعاجله وفي اقرب وقت. غادي نختموا هذه الحلقه. شكرا سي حبيب الله على المساهمه ديالك والتمثيليه ديالك ديال منطقه المذاكره. شكرا سي بشعيب وشكرا على التمثيليه ديالك لمنطقه ولاد فريحه والمناطق المجاوره لها. شكرا سي بلحسن على المساهمه ديالك. سي الفاطمي حتى ترى نتمنى من الله يجازيك بخير ان فتحتي لنا فرصه ان نوصلوا الصوت ديالنا باش نحيدوا التقليد عندنا، وراه يبقى على التقليد على المسؤولين. الله 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 نتمنوا خير ان شاء الله. اللهم نتمنى خير ان شاء الله، نتمنى خير. شكرا الاخوه ديال الطاقم التقني، شكرا لكم متتبعينا الكرام، والى حلقه مقبله ان شاء الله. شكرا.